ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان ارحب بكم من جديد اعزائي المشاهدين. والنهارده عامله لكم فجأة مهمه جدا. ستات البيوت اليوتيوبر اللي موجودين على اليوتيوب اللي هم مش ما حدش بيعرف يشوفهم ابدا، والناس كلها بتتساءل هم مين هم مين. طبعا قررت ان انا في كل حلقه هيكون معايا اتنين من اليوتيوبر الشهيرين الموجودين على اليوتيوب. والنهارده انا جايبه لكم اتنين كاريزما حلوه جدا جدا، ليهم اقبال وفيو عالي جدا على اليوتيوب. الشيف فاديه المعروفه بالشيف كوكو والشيف هبه. اهلا وسهلا بيك يا فاديه. اهلا وسهلا بيك يا هبه. اهلا وسهلا، نورتوني النهارده. ده نور. الجمهور اول طبعا مره يشوفكم، طبعا دايما بتظهروا ما بتظهروش بوشكم، ولكن النهارده احنا عملنا تحدي قلنا لازم هيبانوا بوشهم يطلعوا معانا في البرنامج، ويا رب جمهور يحبهم زي ما بيحبهم وهم بيتكلموا يحبهم وهم معانا على الشاشه، وان شاء الله يكونوا معانا دايما على طول. عرفيني بنفسك كده يا فاديه، عرفي الجمهور. فاديه عبد السميع، شهيره بمطبخ ام كوكو. تمام، شهيره بمطبخ ام كوكو. ايوه، على اليوتيوب والفيسبوك وكل طبعا حاجة. فاديه بتطلع تعمل تحديات كتيره جدا مع اولادها باكلات معينه، وعلى فكره هي الشيف كوكو او ام كوكو كما يقال، هي شاطره جدا جدا في المطبخ واكلاتها رائعه. والشيف هبه طبعا ما تقلش براعه ولا خبره عن فاديه الحقيقه. عرفينا بنفسك يا هبه. اهلا وسهلا بيكي. طبعا انتوا الاثنين صحاب، لما حبينا نستضيف الشيف ام كوكو او فاديه اصرت وقالت انا عايزه اخد صاحبتي معايا الشيف هبه، رغم ان اي حد يعني بيطلع معانا بيبقى فرحان جدا ومش حابب ان حد يكون يظهر معاه عشان ما يخطفش منه الكاميرا، لكن هي قررت ان هبه تخطف منها الكاميرا النهارده. ونبدا بقى على طول، هتعملوا لنا ايه يا جماعه؟ اتفضلوا. اتفضل. انا هعمل فرخه مشويه في الشبكه، وهعمل بفتيك، وهعمل حمام ورز بسمتي. ربنا معاكي، هتلحقي تخلصي كل ده في نص ساعه؟ ربنا المستعان. ربنا معاكي يا رب. لا لا، الشيفات شاطرين ما شاء الله، ده تحدي قوي قوي. وانت يا فاديه هتعملي ايه النهارده؟ انا هعمل فراخ محشيه بالفريك بطريقه بسيطه. فراخ محشيه بالفريك، وهناكل فراخ محشيه بالفريك النهارده كمان. الاكلات اللي مع الشيفات اللي معانا النهارده مظبطينها. اه، وايه؟ فريك بالمكسرات. فريك بالمكسرات، اه دي جديده دي؟ لا مش جديده، بس يعني دايما بناكل الفريك محشي في الفراخ في الحمام، لكن فريك بالمكسرات دي ممكن تكون افتكاسه كده من افتكاساتك. اه طبعا، لازم عشان طالع على الهواء لازم اعمل افتكاسه كده. طب يلا نبدا على طول، احنا بنتكلم يا جماعه واقفين ليه؟ النهارده هنعمل تحدي ما بين فاديه وصاحبتها هبه، هنشوف مين فيهم وحضراتكم اللي هتحكم عليهم بنفسكم، شوف مين فيهم الاشطر، مين فيهم اللي هتفنش الطبق بتاعها اسرع من الثانيه، مين فيهم اللي شكل الطبق هيبقى احلى. ونتكلم بقى كده في موضوع بقى، بالنسبه ليه اخترتوا ان انتوا تكونوا شيفات يا فاديه؟ ايه؟ ليه اخترتي تكوني شيف مثلا؟ حبيت ليه ما اخترتيش حاجه تانية؟ حبيت ان انا اكون شيف، احب المطبخ، احب الطبخ، احب المطبخ. نشتغل يا جماعه واحنا بنتكلم. تشغلي؟ انت بتحبي المطبخ جدا. بس انت شقيه قوي في القناه و كاريزما حلوه جدا وبتتكلمي، شايفاكي هاديه النهارده يعني. مش هاديه ولا حاجه، يمكن بس شويه كسوف صغيرين كده. انما مش هاديه خالص. مش هاديه خالص؟ لا خالص، هضحك عليكي. ليه قررتي ان انت تطلعي مع الشيف هبه؟ ليه ما طلعتيش لوحدك مثلا؟ ما احبش ان انا، هي هبه شايفاني شاطره جدا جدا ان شاء الله عليها، يعني بتعمل حاجات حلوه قوي. فانت رشحتيها وقلتي انها شاطره جدا وانا بحبها وحاجه أيوة. جميله، فطبعا دي روح، انا بحييكي على روحك الجميله دي، بحييكي على حبك لصاحبتك، ومش صاحبتك بس، انت ما شاء الله عليك يعني محبوبه جدا من الجميع بجد. لا، انا حبيت ان هي تكون معايا النهارده على الهوا، وان هي برضو تطلع الموهبه اللي عندها. زي ما انا حبيت ان الناس تشوفني، حبيت برضو ان الناس تشوف الموهبه بتاعتها. يعني شايفه الشيف هبه ما شاء الله سريعه برضو في عمل الاكلات، شكلها جاي تقطع عليا. تطشوط عليك. انا احنا انا جايباكي معايا النهارده، محسودين تطشوط يا جماعه. انا جايباكي معايا. ها، مش تقطعي عليا كمان، هوايتك المطبخ طبعا. لازم تشتغل في المطبخ او بتكون شيف بشكل عام، لازم تكون بتحب المجال ده، لان المجال ده مرهق جدا جدا. يعني لو دخلت المطبخ من غير ما تكوني حباه مش هتطلعي منه حاجه حلوه حقيقي خالص.
في حاجات بقى جديده بتبداي تعمليها، اختراعات جديده في المطبخ بتعمليها، ولا بس بتاخدي من اللي موجود اللي كل الامهات بتعمله في البيوت؟ لا، ما انت لازم طول ما انت في المطبخ تطلعي حاجات جديده، مش لازم تكون حاجات على طول هي نفس الحاجه اللي بتعمليها، لازم يكون في حاجه احسن. هبه، ايه اللي بيميز كل شيف عن التانية؟ يعني ايه اللي بيخلي الناس تقول ده شيف شاطر وده يعني مش، يعني اكيد في اسباب معينه بتخلي الناس تبقى مقبله على شيف وحد تاني لا، بيبقى عليه ريفيوز. يعني بتدوري على الجديد، تقدمي ازاي، تقدمي ازاي تعملي اكلات جدا لاولادك في نفس الوقت تطلع حلوه، في نفس الوقت تقدميها شكلها جميل. طب تشرحي لنا كده الطبق اللي انت بتعمليه كده تفصيلا للجمهور. بسكويت، اول حاجه عملت البصل تبلته بالملح وفلفل الوان او اي فلفل هي حباه، وبعد كده بنزل بالبهارات وشويه خل. تمام، شغال بس عايزه اشوف ميه. حطيت البهارات وملح. بتفرق كتير البهارات في الاكلات، يعني بتبقى مهمه جدا، بس مش كل اكله فيها بهارات، في حاجه بتختلف عن الاكل. في حاجات بتحب البهارات زياده وحاجات لا. الفرخه انت هتشوحيها وهتتبليها طبعا في الاول؟ هتبلها. ايوه. طب قولي لي التتبيله، كل شيف بيبقى له تتبيله مختلفه عن التاني، يعني التتبيله بتاعتك يا هبه ايه؟ تقوليها كده للجمهور نغششهم. التتبيله في البهارات بالذات يعني؟ طبعا لازم البهارات، طبعا دور على البهارات اللي ايه، كل انواع البهارات. انت البهارات كتيره جدا، يعني انت ممكن تحددي انواع معينه. سبع بهارات دي خلطه دي اساسي جداً. سبع بهارات. دي اساسي. وكزبره وفلفل اسمر. بالظبط. وفي اكلات بتحب الجنزبيل، اكلات بتحب القرفه، الحاجات دي بتبقى بتدي طعم وميزه مختلفه. انت كده خلاص خلصتي التتبيله؟ ايوه، ده اول واحده خلاص. يعني شايفه البفتيك بتاعك يا هبه مختلف شويه عن البفتيك اللي احنا دايما بنعمله، مجرد بيتبل في بصل و أيوة انا بيتشوح على النار. ده مختلف خالص، يعني دي حلوه بدل بدل البقسومات بقى، عشان احنا بنعمل على طول فراخ بالبشطار وبقسومات والكلام ده، فبنغير دي صينيه جاهزه. عندك حق، تغيير برضو سريع. تغيير برضو. فاديه بتعملي ايه دلوقتي؟ انا حطيت البصله وقطعت لها طماطم وفلفل عشان احط الفريك عليها واشوحهم مع بعض. يعني انت بتشوحيه مع البصل؟ لازم يشوح مع البصل. بيتعمل بالميه ولا بالشوربه يا فندم؟ بالشوربه احسن. بالشوربه؟ الشوربه تديله طعم حلو. طبعا. تحطي بقى مرق الدجاج ولا؟ بتحطي لو انت حابه تحطي. كتير بدات الفتره الاخيره بتخاف جدا من مرقه الدجاج. انا بفضل لو انت اصلا عملتيها في البيت احسن، بدل ما انك تشتريها من بره. هو دي بقى التكات اللي احنا بناخدها من كل شيف في كل حلقه. ونبدا بقى يا فاديه، حضرتك تقولي للجمهور ازاي بتقدري تعملي مرقه الدجاج، قولي لنا طريقتها. تعمليها شوربه وتحطي عليها جزر مبشور. جزر؟ ومعاها بصل. اوكي. وفلفل، ويغلوا مع بعض كويس. اوكي. ولما يغلوا تبداي ان انت تضربيهم في خلاط وتصفيها وتحطيها في علبه ثلاجه، وتحطي عليها بهاراتها بقى، تبقى حلوه. تحطيها في علبه الثلاجه؟ مش علبه الثلاجه، اللي هي القوالب بتاعه الثلج. ايوه، اللي هي القوالب بتاعه الثلج. طيب، بتطلع كده. بتدي نفس طعم مرقه الدجاج، ولا بيكون في اختلاف في الطعم؟ بالنسبه لي احسن كتير من بره. يعني مش اللي هي مش نفس مش نفس مرقه الدجاج الثانيه، ولكن ممكن تكون مقربه. مقربه ليها كتير. والشكل كمان. انت كده هتنزلي بالطماطم؟ بالطماطم والبصل. أوكي. الطماطم والفلفل والبصل كده. بتحطي عليهم الفريك؟ هحط عليهم الفريك. ايوه، بس احط رشه فلفل تدي ريحه حلوه مع البصل. هبه بقى خدتنا كده سريعه ما شاء الله، يعني انا مش لاحقه اتكلم مع فاديه دقيقه بلاقي هبه عملت حاجه تانية خالص. احنا كنا بنعمل بفتيك، دلوقتي لقيت هبه بتعمل فراخ. يعني انت خلصتي البفتيك؟ انا عشان الحاجات دي هتخش في ما شاء الله هتاخد وقت، فبعملها يعني سريع. هفضل اقول تاتش وود طول الحلقه على هبه ما شاء الله وفاديه. انتي فاتحاها من ناحيه الصدر؟ انا فاتحاها من الصدر، بس انا على طول بفتحها بالظهر. بس لما رحت بقى اللي بقطع الفراخ بدا اقطعها لي من الصدر، انا على طول باجي من سلسله الظهر واقوم قطعها. اوكي، احنا كده ممكن مثلا بس هتطلع حلوه ما شاء الله. انتي كده هتحمريها بقى على العجره؟ هتخش في الفرن بقى في الشوايه على طول، بس المفروض تتبل قبلها بثلاث ساعات او بالليل. اوكي، يعني ممكن خلال دقيقتين يا جماعه نطلع فاصل عشان الشيفات يبداوا يقوموا بعمليه الغرف. انت هتحمري الفرخه هتاخد وش على النار يا فاديه ولا لا؟ الفرخه انا تبلتها كده تمام، حطيت عليها فلفل وملح
وهحشيها بقى، هخلص الفريك بتاعها واحشيها وادخلها الفرن. اوكي. ممكن تدخليها النار هاديه شويه ولا انت عايزاه كده؟ لا انا عايزاه هو كده عالي مظبوط كده. طيب تشرحي لنا كده فاديه انت بتعملي ايه؟ انا دلوقتي حطيت البصل وحطيت عليها معلقه ثوم صغيره وحطيت هنا فلفل، ممكن تحطي بارد حامي زي ما انت عايزه، وحطيت طماطم. يعني بتعملي حاجه بالسكينه في الفرخه؟ نشرح كده للجمهور انت بتعملي ايه. لازم انا غزغزه كده عشان تستوي معايا، لان هي الحجم الكبير. يعني انت بتغرزيها كده بالسكينه عشان تستوي؟ أيوة اسرع. تستوي اسرع ولا عشان تشرب التتبيله؟ تشرب في نفس الوقت وتستوي عشان تستوي معايا. كويس جدا. شيف فاديه وشيف هبه يا جماعه زي ما قلنا لحضراتكم، هما يوتيوبر شهرين وطبعا رباط بيوت، فما شاء الله يعني مش مجرد ناس بتعمل حلقات على اليوتيوب عشان تاخد فيو عالي وخلاص. لا لا لا، احنا جربناهم على فكره وفعلا شغلهم هايل جدا جدا. فزي ما بيقال كده اسم على مسمى، سواء فاديه او هبه. فاضيه انت بتحشي الفرخه دلوقتي؟ اه هحشي الفرخه. طب يلا سريعا عشان وقت البرنامج قرب يخلص يا جماعه، ده تحدي ما بين الاثنين. هحط رشه من الملح كده. اوكي. انت حطيتي ملح بس ولا؟ ده مش ملح، ده ايه؟ ملح، كمون، كزبره، خلطه مع بعضها كده بتتحط مع الفراخ بتبقى حلوه قوي. هبدا ان انا احشي الفرخه بقى. في برضو في بيحشوها كبد وقوانص ممكن تعملي الخلطه دي معاها كبد وقوانص. اوكي. واللي مش حابب كبد وقوانص ممكن يعملها بلحمه مفرومه. اوكي تمام. احنا ممكن نطلع فاصل صغير ونرجع تاني لحضراتكم، تكون الشيف هبه والشيف فاديه خلصوا وبداوا في عمليه الغرف. ناخد فاصل صغير ونرجع تاني سريعا، خليكم معانا. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف الشيف فاديه والشيف هبه عملوا ايه، وطبعا عشان وقت البرنامج وده تحدي مدته نص ساعه فقط، طبعا ما لحقوش ان هم يكملوا الاكلات، لكن هم شاطرين جدا الحقيقه، وكانوا جايبين معاهم كوبي من نفس الاكلات اللي عاملينها برضو بايديهم، ودلوقتي هم بيغرفوا ما شاء الله يعني سرعه غير طبيعيه، الله اكبر عليهم. نشوف دلوقتي الشيف فاديه، يا ريت توضحي لنا كده سريعا للجمهور انت عملتي ايه. انا عملت الفريك زي ما شرحت بالظبط. طب نشيل الصينيه كده ونحط الطبق قدام الكاميرات يا فاديه من فضلك. اتفضلي. ده كده الفريك المستوي ومع الفراخ المحمره. ايوه الفراخ دي بقى اللي محشيه بالفريك. اوكي. نحطها كده الفينش النهائي. يلا بينا. وكده بالنسبه للشيف هبه، تقول لنا يا هبه كده انت عملتي ايه؟ شايفاكي عامله ما شاء الله وليمه برضو زي الشيف محمد قعود. كنت جايب بقى بسكتس بقى بس. لا ما شاء الله عليك وحاجه جميله. تمام. انت كده عملتي ده حمام. ده حمام محشي. توضحي كده بنفسك للجمهور انت عملتي ايه؟ قوانص ولحمه محشيه. ما حبيتش نحشي رز يعني. وتحتها رز بسمتي؟ ايوه. اوكي. رز بالمكسرات. اوكي. ده الفرخه اللي في الشبكه. شكرا بسكيت. بشكرك شيف هبه، بشكرك شيف فاديه، نورتوني. والجمهور شافكم يا جماعه، الجمهور شافكم على حياتكم. احلى اتنين شيفات جامدين يوتيوبر شهرين بجد، وعن جداره تستحقوا ان انتوا يبقى ليكم فيو عالي على اليوتيوب، وليكم اقبال شديد جدا من الجمهور، والجمهور كلهم بيحبكم وانا كمان بحبكم. تنوروني حلقات تانية كتير، شيف هبه وشيف فاديه. بشكركم جدا، بشكركم اعزائي المشاهدين، والصباح الصحه والجمال، واشوفكم الحلقه الجايه. تحياتي.